أصدقائي اليوم سنلعب لعبة PKXT، لكن قبل أن تبدأوا هذا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. اليوم نحن لنحول شخصيتنا لشخصية تعزف، بس أول بدي أقولكم إنه صار في تحديث جديد، ما بعد ما البيت البلوك، بس هلا رح افرجيكم اياه اول وبعدين افرجيكم مو هيك صار تحديث جديد، بس شوي بدي افرجيكم وين خط الصندوق. بس انا اخذت الصندوق يعني اني كنت عم ببحث عليه واخذته، في انا حطيت هون هيك مثل امي عيد ميلاد وهيك في ديوانات هون بالونات جنب ديوانات هون في عصير وهيك يعني شيء مثل هيك. هون السينما يعني من نتفرج أفلام، هون في هون الزينة، هون المطبخ طبعا، وهون في أوضة النوم تاعتي، هون الحمام تاعي اللي هو هذا الدير بدي أسميه غير السماحة الأسم داوي، وهون أوضة الضيوف وحمام وبس، وانتهى بيتي وفي هون وبس. وتعالوا افرجيكم وين الصندوق. انا كنت عم ببحث عن صندوق اوضتي، قلت يمكن يخبوه بقلب هي، انا هون شالوا هاي اللي كان في رباط هون شالوا، والسجن صلحوه خلص ما بقى في رباطات يصلحوه، وهيك اصوات مزعجه ولما بتشوفوا يا هون في رباط بتحدث معكم خلص شالوا. انتوا تعالوا لهون وبتلاقوا الصندوق. هلا انا كنت عم بدور عليه كثير كثير، فنطيت هون بعدين طلعت صار عندي الصندوق، وبعدين قلت بدي اقول لهم الصندوق وينه، يعني انا كنت ما بعرف انه الصندوق كان هون، بس جيت اعمل هيك نطيت هون صار عندي الصندوق وبس. هلا انا بفرجيكم كيف لنتحول للدعسوقة. اول هي الدعسوقة وبعدين نتحول لشيء ثاني، بس بدي اول افرجيكم خدعة هون. شوفوا خدعة، إذا تسا هاي الزرقة اللي هيك بتغير لون هدول الشغلات، إذا في واحد هون وواحد هون بعدين بتغير هون. هلا أنا غيرت هون 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 ما غيرته، بدي أغيره كل واحد لون كل واحد لون. وهلا بدي أفرجيكم قطعة تانية قبل كمان ما نروح ونتحول للدعسوقة. هلا بفرجيكم يا هي القطعة، افتحوا الزينة الأولى تحوى فتح الهام ونطلع يا برا. وكيف القطع بتصير؟ شوفوا هلا اذا فتحنا هاي انفتحوا كل المخزنات وبقت هاي المخزنات فتحة جميلة. هاي هي الخدعة. وهلا بدي نتحوى للدعسوقة. الدعسوقة بتكون بس كل شيء ريد 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 ريد. عندي انا هاد الشعر ريد كمان، والبلوزة البلوزة 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 مثل على البلوزة ما شفتها وما انتبهت ابدا. خلص انا بدي ادور حالي على شيء ومثل البطل الطاقية بدها طاقة، ما عندي طاقية سمعت فيهم. نحط هاي ونحط هاي ومن نشيل هذا نشيل هاي ونشيل 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 الدراسة مثل الدراسة اللي عندنا، لنروح صالون الحلاقة هنيك نحط الشغلة يلي يلا. هلا أنا كنت ما بعرف إنه عندي كل شيء بحتاجه ما عندي. هلا بنروح مكان هنا بدنا نروح ونعمل هاد وهيك صرنا الدعسوقة. وإن شاء الله عجبتكم الفيديو، إذا عجبكم أعطوني لايك واشتركوا بالقناة، أنا بحبكم كتير كتير، مع السلامة، باي باي.